وينضم إلينا من الرياض الخبير الأمني والاستراتيجية الدكتور شامي الظاهري. أهلا وسهلا بك دكتور شامي، صباح الخير. دكتور شامي، كيف تقرأ هذا الاستهداف المتكرر لمطار أبها الدولي تحديدا وإصرار هذه الميليشيا على استهداف المدنيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييك يا أخت نفلة النصار وأحيي مشاهدي قناة الإخبارية. يعني كما تفضلت أختي العزيزة أن هذه الانتهاكات الحوثية وممارساتها الأخلاقية على المدنيين والأعيان المدنية ومهاجمة المطارات ومحطات تحلية المياه والبنية التحتية للمملكة والمخدرات الحيوية، هذا داخل المملكة العربية السعودية وداخل اليمن. هذه المنظمات الإرهابية أو المنظمة الإرهابية الحوثية لا تؤمن بأي نظام أو قانون أو حقوق الإنسان، فهي تضرب يمنة ويسرى، والغرض من ذلك هو يعني تدمير البنية التحتية لليمن و المملكة ويعني قتل الأعيان المدنيين والمواطنين المدنيين بدون الالتفات أو الالتزام كما تفضلت في المقدمة على قرارات مجلس الأمن 22/16 و22/31. ولكن كما قلت أن الحمد لله قواتنا المسلحة، قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية والقوات البرية، هي على أهبة الاستعداد لضرب هذه المنظمات الإرهابية سواء داخل اليمن أو خارجها. وإن شاء الله يعني إن شاء الله ستتقلص هذه الأعمال في المستقبل القريب، لأنهم أختي العزيزة يعني هم ينفذوا أعمال و يعني أعمال إرهابية لإيران، وكلما زاد الحصار وزادت المشاكل على إيران وجدنا أن هؤلاء الإرهابيين الحوثيين بتوجيه من الإيرانيين يضربوا المملكة ويضربوا الداخل اليمني. نعم دكتور شامي، ماذا عن المجتمع الدولي والتعاطي مع كل تلك الانتهاكات من قبل إيران وأذرعها في المنطقة؟ أختي العزيزة نفلة، احنا تكلمنا دائما على وحدة الشعب اليمني. يعني نحن يعني نعم نسمع إلى المنظمات الدولية، نسمع ويعني ننصت إلى المجتمع الدولي، ولكن الموضوع يحتاج إلى تكاتف اليمنيين داخل اليمن، ويحتاج أيضا أن الأخوة اليمنيين في جميع فئاتهم وجميع عناصرهم يتكاتفوا لمواجهة هؤلاء الإرهابيين في داخل اليمن، وأيضا الإرهابيين الذين يساعدون هؤلاء الحوثيين سواء القاعدة، والآن كما يعني اتضح بأن هناك تنسيق وهناك تعاون واضح بين المنظمات الإرهابية الحوثية والتنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة، وطبعا من خارج المملكة وخارج اليمن حزب الله وإيران. وهنا أنا أشيد ويعني أوجه رسالة للأخوة اليمنيين بأن يكونوا صفا واحدا وقوة واحدة ليتمكنوا أولا من مجابهة الحوثيين داخل اليمن ومجابهة العناصر الإرهابية التي تعمل على تقويض الأمن والاستقرار في اليمن وقتل إخواننا اليمنيين، لأن كما تعلمين وكما لاحظت أخت نفلة أن هذه الصواريخ الاستراتيجية والطائرات المسيرة أيضا تستهدف الإخوة اليمنيين داخل اليمن. لذلك أنا أعتقد هنا يعني يصبح لزاما على جميع القوات المسلحة في اليمن
جميع القبائل، جميع التنظيمات السياسية والعسكرية في داخل اليمن، بالإضافة إلى القوات المتعاونة يعني والقوات المشتركة، يعملوا صفا واحدا لمجابهة هؤلاء الإرهابيين الذين يستهدفون مواطنينا، يستهدفون أعياننا المدنية، يستهدفون بنيتنا التحتية والمقدرات الحيوية في داخل اليمن وفي المملكة العربية السعودية. نعم، أشكرك شكر جزيل دكتور شامي الظاهري الخبير الأمني والاستراتيجي، كنت معنا من الرياض.